اهلا وسهلا اخوتي اخواتاتي، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد. المهم كيف تتشوفوا هذا النهار؟ فيديو ديال تمارة والروينة. ما نعاودش ليكم، غبت يومين على الدار، خليت الوليدات بوحدهم، جيت لقيت الدار تلونت تلونت وتقربلت. ايوا صبحت على هذا البيت، الكلاس هو الاول. كيف كتشوفوا راني شطبت وعاودت تنزول الواد الزربيه هذه، لقيت تحت منها تغبر، ولا بد خصنا مره مره نحيدو الزربيه، ان خصوصا بيت الكلاس راه كيترون بزاف وخصو تخميله مره مره، ضروري خصو يتخمل. المهم خوتي خواتاتي، هانتوما كتشوفوا راني غادي نحيد الزربيه، ومن بعد ساليت ضربتها عاودت ضربتها عاودت البيت وساليت وقديتو كيف تتشوفوا. ايوا ودابا غادي نوريكم واحد الاطلاله عندي في هذا البيت. هذا البيت هذا عندي دافي، هذا البيت الجلاس عندي دافي، كيعجبني نجلس فيه في الحقيقه، لانه ما تيطلش على الشارع، ما كيطلش لنا على الشارع، كيطل على الجرده، وما كنسمعوا لا اصوات الطنوبيلات ولا ضجيج ولا حتى حاجه. فانا غادي نشارك معكم هذه الاطلاله اللي عندنا في هذا البيت. انا غادي نحيد هذا الريدو وغادي تشوفوا هانتوما كيف تتشوفوا. عندنا غير الجريدات هنايا، الجيران عندهم جرادين مجاورين بعضياتهم. المهم خوتي خواتاتي، صباحكم مبروك، كنتمنى يدوز عندكم النهار بخير وعلى خير، وكنتمنى لو عجبكم الفيديو ديروا له لايك وتكتبوا لي كومونتير زوين. اما انا راه مازال ما سالتش عندي تماره، راني عاد في البدايه. بصراحه دابا راني ساليت من البيت الكلاس، ودابا غادي ندوز وسط الدار. ايوا هانتوما كتشوفوا الصالون حتى هو تغبر. حليت هذا الشرجم، غالبا ما كنحلش هذا الشرجم، هذا دابا حليته باش يتشمش لي شويه البيت. ايوا نفض شويه ديال الغبره من الخدادي ومن السدادر، ولا بدا الغبره خصنا نفضوا الغبره هي الاولى. المهم راكم عارفين ملي كنغيبوا على الدار كنجيب لنا الدار، بالنا ان الدار تلونات وتوسخات وضروري خصنا ندورو بها، وهذا الشيء اللي درت. دابا راني صبحت عليها، يلا جيت البارح واليوم صبحت على الروينه، ضروري انا خصني نعاود الدار باش نحس بها نقيه. المهم خوتي خواتاتي، ما نطولش عليكم الهضره، هانتوما معايا، تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. انا غادي نشارك معكم الصالون الاول والثاني، وهانتوما معايا تمشيو فين، خليكم معايا.
Thank you.
شنو؟ نعم صافي عندك المسير خرجي بحال دابا تبان في هاد الدار. راهي كبيرة هاد القصة ديال الجيران. Thank you.
بخير انا البنات، ساليت اخوتي تماره والشغل ما نعاود لكمش. هذا النهار كي دوزتو يعني دو غير سافرت يومين، جيت لقيت الدنيا مرونه كم عارفين الدراري. ودابا عاد ساليت خملت وساليت وصيقت، والله الا عاد حسيت بالراحه عاد ارتاحيت. المهم هذه هي النتيجه النهائيه ديال الحداقه ديالي. ايوا كي جيتكم كاين شي حداقه ولا والو؟ صافي راني جمعت الدنيا كلها ومسحت الغبره، صيقت الدار كما شفتوا كل شيء في الفيديو. صافي عاودت كل شيء المسائل، هاد الطبله خصنا نردها بلاصتها. ايوا هذا مكان هادشي اللي كاين اخوتي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو روتين ديال تمارا والشغال، واللي عجبو الفيديو دير لي لايك ويكتب لي كومونتير زوين. شكرا لكم اخوتي. ايوا وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا خليتكم على خير.